وضعك زمان حساس، لا تاخذ سنين وتروح ما عاد في اي روح، لا تاخذ سنين وتروح ما عاد في اي روح اي روح. وقف يا زمان. لازم تغدر موقف يا خالد، موقف جدا صعب. فمالك شغل، ما دام هالشيء يريحك انت حر. ايش قصدك يا خالد؟ طلقت روان ولا ما طلقت؟ هذا شيء راجع لك. انت تدري يا خالد ان اكثر واحد كان مصبرني على روان كلامك انت. اذا مرتك وولدك هانوا عليك، انت بتحسب حسابي انا؟ مو هي اللي هانت علي، انا اللي هنت عليها وبعتني برخيص. يعلم الله من اللي هان على الثاني. أنا بروح أرتاح، تبي شيء؟ لا سلامتك. صار لساعة أفتح الشوارع ما أدري وين أروح، الله يخلي. لا شعوريا شفت روح واقف قدام باب المطعم. الله يا دكتور فهد، مع كل اللي حصلت عليه وخدته وفوق هذا ضايق خلقك؟ غريبة وما تدري وين تروح؟ وبعد ما عليك مني، قولي لي إن شاء الله مرتاحة بالزواج. وايد والحمد لله، والدليل أنا قاعدة هني ناطرة زوجي علشان نسهر مع بعض. إيه؟ إيش معنى في يعني لازم أروح؟ قاعد توزعيني؟ وش حقي أوزعك؟ بالعكس، خلي قاعد لي وأعرفك عليه. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا. السلام. دكتور فهد، مدير القسم اللي أشتغل فيه في المستشفى. هلا وسهلا يا دكتور، حياك الله. بدر زوجي. حياك الله. انا ما ادري ايش اللي خلاه يطلع بمخه ان احنا نطلع نسهر في المطعم هذا بالذات. انا دفت؟ تقول له تفضل يشرب اي شيء. ايش حق ضايق الريال يمكن متاخر. فرصه سعيده دكتور، نشوفك على خير ان شاء الله. يلا الله يوفقك. شكرا. تفضل. انا لقيت لك تعال المطعم هني نسهر ونتعشى. يعني الحق علي انا اللي انا بتكلم قدام الريال انك انت اللي عازمني. حبينا نغير جو، انا غلطانه بس انت ما تغضب لسانك. زين خلاص خلاص، اذا هذا اللي تبينه وهذا اللي ونسج ولا يهمك، انت عشى هني على حسابي. أقول منايل. هلا. إيش رأيك لو نسافر معاهم؟ سافر مع منو؟ فهد ومشاعل. صدقك نسافر معاهم؟ ها ليش لا أيوة؟ ما بشون عفورهم. ما إحنا ما فيها شيء. أنا أقول يعقوب الراحة معاهم ما هي عدلة. أنا أفضل إنهم يروحون يأخذون راحتهم بروحهم. وإحنا شو مضايقهم فيه الله يهداك؟ يعقوب أنا شايفة خوفك على مشاعل ما له داعي. شوفي، أنا بسأل عن موعد المؤتمر ونحجز ونسافر معاهم.
يعني ملزم؟ إيه بقى عشان نغير جو، ولا يعني ما احنا بشر وحالنا حال الناس. خلاص دام الشيء هذا يريحك انا ما عندي مانع. لا مفاجأة بعد، مفاجأة حلوة المشاعل لما شفنا احنا معاها. ليش؟ ريلها وياها؟ ما عليه يا مناير، أول مرة كذي لما تحس مشاعل بالأمان مع زوجها. معقولة للحين مشاعل ما حست بالأمان مع فهد؟ وهذا هو اللي مخوفني يا مناير. تدرين يعني شنو معنى إن الوحدة ما تحس بالأمان مع زوجها؟ إحساس وايد وايد صعب. إيه بس مشاعل خلاص تغيرت وايد، صارت إلى الأحسن. تصدق عاد حسيت بهالشيء لما كلمتني قبل كم يوم. أنا صدق أساسا، لأن الحالة الجدية اللي تعيشها مشاعل ممكن تفتح عيونها على أشياء كثيرة ما شافتها من قبل. عشان كذي لازم نكون معاها، لأن ما حد لها غيرنا. صح كلامك، مشاعل فعلا ما لها حد غيرنا. خلاص بدل ما وافقتي جهزي جنطتك وجهزي جنطتي. شفيك الله ينفعش الناس طالعنا. بس تصدقيني يا أمو، أول مرة أحس إن أنا ما خسرت شيء وفهد خسر أشياء كبيرة. ما راح أطالع نفسي بالمنظر وأقول ترى ولد ولا بنت. حسيت نفسي إني أنا أم وزوجة، صار عندي أشياء كثيرة مهمة في حياتي أهم من اللي وصلنا فهد كم. منال أنت ما تعرفين شلون أنا سعيدة وأنا سمعتش تقولين هالكلام. يلا عاد ما بقى إلا أنت وخالد، متى بتتزوجون؟ يلا عشان تحملين صار عندك عيال وعيال يلعبون مع بعض مثل أنا وأنت. حرام عليك يا بنت الحلال، ترى خالد ما يستاهل تسوين هذا كله فيه. كل شيء خسرنا حبنا، خسرنا مستقبلنا. خلاص لا صدقين، أنتوا اللي تبون تخسرون كل شيء لأنكم مترددين، ما عندكم لا رأي ولا كلمة. بتخسروا حبكم وعلاقاتكم على شنو؟ انت الصادقة يا منال، فعلا ماني فاهمة شنو الظروف. أنا أفهم شيء واحد بس، لو انتوا تحبون بعض وشارين بعض ما حد يقدر يوقف قدامكم. أنا ناديتك يا أخوي سليمان عشان نخلص موضوع الزواج مرة واحدة. الزواج مرة واحدة؟ وتلقى نور توافق. وليش ما توافق؟ أنا أبوها وبطريقتي أقنعها. وانت ليش مستعجل؟ والله يا سليمان بصراحة أنا بسافر، بروح وما عاد أرجع بعد شهر، بعد 6 أشهر، بعد سنة، ما عاد يحد راسي وراسي قلبان اللي رايح. يبقى أنا تحت أمرك. قلنا عاد نخلص الزواج مرة واحدة، وبعدين بصراحة شوف يا سليمان، أنا قلت له إن سليمان يقول مو أنا، إن ترى سليمان بيسجل لك نسبة من أسهم الشركة باسمك. يبقى أنا عند كلمتي. حلو ريال، كنك انت انا ها. اقول وبالنسبه لشغله ثانيه بعد، هي ترى تحب السفر، تحب تروح ديره ديرتين ثلاثه، عاد انتم ان شاء الله اذا الله وفقكم تزوجتوا خذوا مرايتك وسافر فيها. يبا باخذها بس تهكا امها توافق. وليش ما توافق؟ توافق قسما عليها، انا ابوها واعرف مصلحتها. اشرب شايك بشرب كفو كفو عسى ما شاء. ليش عيني المحل؟ لا ان شاء الله ما كل الخير. شوف يا مان، انا بسافر وبروح وبخلص موضوع حلب زواجك مع هذا اللي اسمه سليمان عشان اسافر وانا مرتاح. بس يبا احنا اتفقنا ان الخطبه قبل تسافر. لا 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 لا، ملكه وزواج مره واحده ونخلص. زواج؟ اي زواج، انا اتفقت مع الرجال وخلصت. يبا بس انا لا بس ولا شيء، انا ادري فيك مصلحتك وعارف مصلحتك زين. ارفع عليك تبي تطلعين كذا قدام الرجال؟ خلص مره واحده ونفتك. يلا في مالها. معقولة؟ شيء غريب. وبعدين؟ ايه بزين انا اتصرف. مشكور، مع السلامة. ها ايش رايك بالمفاجأة؟ هلا مين هلا؟ يلا خلص شغلك بسرعة عشان نروح السوق بعدين راح نتغدى. اي سوق واي غدا واي عشاء لهلاك؟ ايش فيه؟ المفروض اسف ارمس، واليوم اول ايام المؤتمر وفهد ومشاعل موجودين ما سافروا للحين.
هذاك يمكن حولوا ما يبون يسافروا. شو حقت الدلوني؟ أنا ما أدري بس أكيد مشاعر دخل. مشاعر كانت عندي البارحة وما عندها أي خبر. غريبة. فهد ليش سوي كذي؟ مو هذا اللي بعرفه الحين. لحظة بس. ألو مشاعل. شي شبه صوتي مغير عشان أشعر. إيه طيب طيب ركلي شوي كلميني عن إيه طيب طيب أنا يا حال يعقوب مشاعل فيه شيء؟ ما أدري ما أدري هذا الحال بيخلي شيء. أنا رايح وراجع. أنت ما تقول إيش فيك هاليومين؟ إيش فيني؟ ما فيني شيء. أنت حسب أشوف فيني متضايق. إلا قلت لي إيش فيك وإيش فيك؟ شكلك مو شكل واحد مرتاح. أنت شايف شكلك بالمنظرة؟ تشتمي العين. وبعدين مو مكان نقاش. هني مكان شغل بس. ماشي يا فهد. أنا بروح أشوف أبو الشيبي وراح أرد. لأن كلامي للحين ما خلص. تفضلي. يعني شلون انت ما تدري عن شيء؟ كل ما اسال عن المؤتمر يغير السالفه. وين ابي؟ بالمكتب. تعالي وياي. يلا. دكتور فهد. دكتور فهد. وينك؟ مو موجود. توني كنت وياه. اتصل فيها شو؟ شنو يسوي؟ ما ادري. فهد صاير مو سهل هاليومين. قاعد يفكر ويخطط حق شيء كبير. نعم. ايش عندك يبا؟ لا يبا انا نسيت اغراض الغرفة وتذكرت بعدين انهم في البيت. يلا يبا تصبح على خير. تصبح على خير. الو هلا يبا. لا يبا للحماية. يبا انت هد اعصابك. هد اعصابك وان شاء الله ما كل الخير. خلاص ان شاء الله اول ما يجي اكلمك. مع السلامة. يعقوب تكفى لا تتوتر. ترى كل شيء يصير بين المرأة وزوجها. الله يسمع منك يا منيرة. ويطلع الكلام اللي سمعته بالتليفون عادي. ان شاء الله. ان شاء الله ما كل العافية بس انت هد لي اعصابك شوي. أنا ما أرتاح لأني ما أروح البيت وأقعد عند البنت شوية عشان لا يصير بينها وبين فهد شيء. أنا قلبي مو مرتاح. ما يخالف روح وطمن عليها
بس خليك هادي ولا توتر. لا لا أنا هادي ما كل العافية، بس أنا بعرف ليش فهد سوى كذي. ليش؟ حول ولا قوة إلا بالله. يلا يلا إنك تستر. وين كنت يا دكتور؟ شفيك تصرخين؟ شو أنا أصغر عيالك؟ شوي شوي على عمرك بالعدال، ولا فاكرة نفسك مثل زمان رافع خشمك السماء؟ لا يا ماما لا، اصحي. انت ايش قصدك بهالكلام؟ انت اول مرة تكلمني بهالاسلوب. قصدي يا مدام ان دورك خلاص انتهى، تفضلت برا برا. ولو يكون اشوف رقعت وجهك من غضب فهمونا، كنت اتمنى اشوف اليوم اللي افرخ شجتي بالقاع واكسر خدش. كان بيتك يا مدام، أنا اشتريت هذا البيت واشتريت كل نصيبك في المستشفى. أكيد يا نيت، أكيد يا نيت. تذكرين استمارة السفر اللي وقعتك عليها معها مجموعة من الأوراق؟ هالأوراق عقود بيع البيت وكل نصيبك في المستشفى. يعني تقري خلاص ما عندك ولا شيء، ما تملكين شيء. يا جبي يا عقيل، يا عقيل أنا غلطانة، أنا أحبك يا عقيل. كرايك يا كرايك، أي أي بسرعة على عنوان بيت بنتي. دوروا عندكم شو عند سر السكرتيرة، شوها في على المكتب بسرعة. أقول لك يلا. شنو بلغت المخفر؟ لين جيت ما سيارة الأسعاف ولا بلغتنا، شو نسوي؟ خلاص خلاص، أنا الحين رايح مكتبي وتوافوني عن حالة فهد أول بأول. وزيادة الشرطة شو نسوي؟ إذا جات الشرطة خل تسوي إجراءاتها العادية، وإذا سألوك ممكن نحن نستجوب فهد، قول لهم لا حالته ما تسمح. شنو حالته ما تسمح لما نتصرف. تفضل. الله يستر. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا مشاعر يا حبيبتي، سمي بالرحمن وهدي بالك ولا تحاتين، إن شاء الله أبوك بيحل كل المسائل.
أميرة، أنا ذبحتها، لا تقولين شيء، إن شاء الله الأمور ما توصل لهالمواصيل. ألو، هلا يعقوب، طمني بشر. صدق؟ الحمد لله، رب العالمين. أهم شيء أنت دير بالك على نفسك. لا تحاتي، مشاعر بعيون. مع السلامة. شفتي؟ مو قلت لك انك مكبره الرسائل والمواضيع؟ ابوك قال لي ان فهد ما في الا العافية. يلا الحين قولي لي شو اللي صار بالضبط؟ اللي صار شيء بشع فهد يبي يطلع جبار ونصاب حرامي، خلاني اصير مجرمة خلاص يا مشعل لا تحجي، هدي نفسك وهدي بالك وخلي ثقتك بربك كبيرة. لو سمحت عندنا كم سؤال بخصوص الدكتور فهد. طال عمرك دكتور يعقوب مو بس مدير المستشفى، نسيبه ولدي فهد. ممتاز. انزين شو تعرفون عن اللي صار؟ والله انا بالنسبه لي انا كوني يا ولد ايش صار. وحضرتك؟ ها؟ لا 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 ما ادري عن شيء، بس اللي اعرفه ان الحادث صار في بيته، وأكيد بنتك عندها فكرة على اللي صار. بنتي من هذا الحين وأعصابها تعبانة، أنا أقول يعني لما تهدى أعصابها وبعدين نسألها. إيه ما عليه، عيل تفضلوا معاي نشوف الدكتور فهد. ها؟ دكتور فهد؟ لا أعتقد أنه يعني حالته ما تسمح لنا نسأله. وأنا ما قلت نسأله. وبعدين إيش دراك؟ يمكن حالته تحسنت ونقدر ناخذ منه اي معلومه توصلنا باللي حصل. اي حاضر. لا ما عندي مانع. تفضل. سلامتك يا دكتور فهد. الحمد لله على السلامة وأشوف شاري يا دكتور. شايف ما يقدر يرد، يعني مو عارف اللي حواليه. لا تخاف ما راح يصير له وايد. أنا ما راح أكثر عليك الأسئلة. هو سؤال واحد وليتك تجاوبني عليه. من اللي سوى فيك كذي يا دكتور؟ عفوا حضرة الضابط، أنت شايف يعني مو قادر يتكلم، يعني نخليه لوقت ثاني إن شاء الله. حاضر، بخليه يرتاح اليوم، وباكر بيجي إن شاء الله. يكون أحسن. ويا ليت يا دكتور نشوف بنتك، ولو إنها تعبانة، نروح لها. إن شاء الله، حاضر، عاونك. دكتور، أنا حاسس إن عندك شيء خاش عندي، بس صدقني، إذا الشيء هذا يخصك أنت ولا يخص بنتك، أنا مستعد أوقف وياكم وأساعدكم. كفو يا أبو فهد، ما قصرت. هذا الأمل، بس يعني لا تصبر عليه شوي عشان أعرف شلون صارت الحادثة وأجي عنه. خليك الحين عند ولدك. ها خليني يا أميرة بس أسألها لسه وتشيلي وشنو الأسباب؟ تكفى
قصر حسك يعقوب، انا ما صدقت ان البنيه نامت تريح شوي. قصر حسك انت عارف الحين سويت ايش يسمونه؟ يسمونه الشروع بالقتل. يعني مشاعل حاولت تقتل زوجها، وهذا الامر ممكن يخليها تروح السجن ويضيع شبابها ومستقبلها. وي بسم الله عليها، فوق العلمي حرام عليك. هذا اللي صار، عشان كذا انا ما اعرف ليش سويت كذي حتى اقدر ادبر نفسي واشوف اموري. زين ما يخالف، انت ريح شوي الحين، روح صدارك وريح شوي على ما تقعد ونفهم من هالموضوع. وين ارتاح الله هلا شايف فيني راحه عقب اللي صار. انت انسان مصلي ومسلم، كل شيء بيد رب العالمين، والامور هذه ان شاء الله راح تنحل يا رب. اللهم اني لا اسالك رد القضاء، ولكن اسالك اللطف فيه. ايوه الله يهداك. شو اللي قومك؟ ايش ياكل ان شاء الله يهداك. شوف ريحي بعدين يصير خير. انت لازم ترتاحين، ما انا داعي الحين الحكي الزايد. حول ولا قوه الا بالله. يا بنتي شو اللي قومك من فراشك؟ تعالي تعالي دارج وقولي لي ايش اللي صار. انت ليش لقيت الرجال؟ وتاكدي اني انا بوقف معاك، لا يمكن اني اتخلى عنك لو على قصه بنتي. تعال ماما تعال 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 أميرة تعال يا بيتش. إيه تعال إن شاء الله. شو اللي سوى فيك؟ من اللي طقك على راسك؟ بدنا يهيم باقي ما من تراث تعلم. حسبي الله ونعم الوكيل. تقدر يبقى تروح البيت الحين وقت العصر؟ لا يبقى أنا بقعد هني حتى لو ما علمت. حسبي الله ونعم الوكيل. لا قاعد عندك يا ابوك كل واحد خلي قاعد ما تروح. الحمد لله مشاعر نامت. ايه الحمد لله. يعقوب ودي تروح تريح لك ساعة، ترى انت من امس مو نايم ولا مرتاح. امنيه رحمانيني نوم. خلي ايمانك بالله قوي وإن شاء الله ما كل العافية. ونعم بالله. أنا عقب ما عرفت اللي صار ارتحت شوية. ماني فاهمة. أنا أدري ليش فهد ما قال حق المحقق منه اللي طقه. خبيث يلعب لعبته، لأن كل الأوراق اللي وقعتهم مشاعل عنده. معقولة؟ معقولة فهد يفكر بهالطريقة؟ هي هو يلعب لعبته صح، ما هي بالفضيحة ولا المشاكل، لكن بن عليه هذا أنا وراه أقدر أصيده وأتقاضى منه. وش ناوي عليه؟ هو صحيح لي يعني سويته بشاعل يعني خربت علينا وصار الحق معاه، لكن الله كريم يا منيرة. الله كريم. المهم الحين مستقبل مشاعل، الباقي كله في دولها. أنا مستعد أضحي بكل شيء عشان مشاعل بنتي تطلع من هالمشكلة. أنا ماني عارفة هذا شلون يسوي فينا بعد. يا أمي ما لا تظلم الوقت، شو هو ما له شغل، أنا اللي وافقت على سليمان، وبعدين اليوم باكر ولا السنة الجاية ما أظن أنت سويته. شو ليش مستعجلة يا بنتي؟ أنا أقول لا تستعجلين، وعادي نفسك مو قاعدة تفكرين فيها. يما بتعلميني فيك؟ ما نعرفش، أنت أساساً أنت راضية على زواجي كلش. أنا لاني واقفة في زواجك، ولاني واقفة في طريقك. أنا قاعدة أقول أعطي نفسك فرصة. عشان راح تعرفين شغلات وايد كان المفروض تعرفينها قبل الزواج من سليمان. خلاص دام كذي قولي لي شنو هالاشياء هذه عشان اقدر اجل الزواج. انا اللي علي قلته والغرابه بيدك. المهم انا رايحه لمعهد، اذا ردينا كلمة سوالفنا. مع السلامه. مع السلامه. قوة زين انك عرفت صوتي. ألف مبروك يا نور.
من مال السعادة. الفالك يا ثامر. قربتي من سليمان عهد عرفتي ذي؟ أنا أعرف سليمان من زمان. إيه بس يا نور، ساعات الواحد ينغش بالناس اللي يشتغل معاهم، خصوصا إذا كان حط بالهم تكان وزينين. لازم يقرب منهم أكثر وأكثر عشان ما ينغش فيهم. ثامر أنت تعرف شيء عن سليمان وتبي تقول لي إياه؟ لا لا ما في. أخاف من سالفة لما أخذ اللحن منك يعني، عشان كذي قاعد أقول هالكلام. تعتقدين يا نور شوية لما الواحد ياخذ مجهود غيره ويحطه باسمه؟ يعني هذا إنسان طبيعي من الغش؟ يعني تهجى إن الكلام اللي قلته بيخلينا غير رأيي؟ لا لا بس هذا كلام ولازم أقوله. غيرتي رأيك ولا ما غيرتي؟ عموما يا ثامر أنت ارتاح. أنا أدري إن سليمان ما هو ملك، بس أنا أعرف شلون أتعامل معه. هذا حقك، لأن أنت الوحيدة اللي راح تتحمل نتيجة اختيارها. أنت من صدقك؟ إيش قاعدة تقولين؟ أنت إزاي مش عارفة بالموضوع؟ المستشفى كلها عارفة بيه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعتذرين؟ أنا الموضوع كله ما همي، بس الدكتور يعقوب الطيب الشهم كسر خاطري ما يستاهل. ده بيقولوا تعبان ومش عارف أي حاجة، بيش بيكلم نفسه ولا عارف سوا من الأرض. بس في موضوع هو مخبيه مش عايز حد يعرف بيه. موضوع مخبيه؟ شو السالفة؟ مش عارف. ايه رأيك لما نيجي نطلع على دكتور فهد؟ أنا؟ إن شاء الله كله يجب يوم وصير أحسن من الأول. ومن هالجريء اللي قدر يسوي فيك كذي؟ أنا طحت وما يطيح إلا الشاطر، وأنت وايد شاطر، علشان كذي طحتي كانت وايد شايدة. إحنا نسيبك ترتاح دلوقتي ونجي لك مرة ثانية. أكو شيء مضايقك؟ صراحة ولحت على طارق. إيش عندك الحين؟ إيش رأيك نروح له؟ أنا ماني رايح، روحي أنتي. ليش ما أنت برايح؟ صار لك مدة ما أخذتي مني فلوس، من وين تصرفين؟ إيه بسلامتك، الخير موجود. خذيتي من العيال؟ كان قلت لك. عيل من وين الأغراض اللي جيتيهم أمس؟ تصرفت. يعني بعتي شيء من ذهبك؟ الله يفرجها إن شاء الله، لا تشيلها. الله يا زينب لو تدرين الشركة شو ماشي هالأيام، أرباح مناقصات، هذا كله طبعا سياسة تكتيك ريليش. يعني الشركة ما كانت تربح من أول؟ بلى يا زينب،
بله، بس كانت الشركة تربح أرباح ضعيفة، ومثل ما تدرين الوالد كان يشتغل على قد حاله. التجارة ما تبي كذي، التجارة تبي مغامرة ومجازفة. أكيد أنت سيد من يجازف يغامر. السوق اللي هي بكذي يا زينب، السوق مو أنا. وأنت ما سألت نفسك أمك وأبوك من وين بيصرفون؟ لا لا، هنا أحلى تحدين. تلاقي أبوي خاش يشتغل جنب بيته. إيش دراك؟ يا شلون إيش دراني؟ أنا مو عرضت عليهم ياخذون فلوس وهم اللي رفضوا. مو حرام عليك تاخذ فلوسهم وتخليهم يروحون منك؟ يبوا من هالناحية لا تحاتينا، باكر تخلص بيزات مو بيوني، وأنا ما راح أقصر بيها. يا طارق روح حق أبوك وتفاهم معاه، خليه يرجع الشركة واشتغلوا مع بعض، مو حرام هالريال اللي تبهدل ويمدي حق عياله. حاضر يا بحاضر، ليش مني بعد كم يوم بروح أتسامح منه وبحاول إني أقنعه، ومع إني واثق إنه ما راح يقتنع. معقولة؟ معقولة يا دكتور؟ إيش تقول؟ هذا اللي صار يا أبو وهب. معدل يا دكتور. أنت يا فهد سويت مرتك كذي؟ أنت بتحط الإيد اللي أحسنت لك هذا إجزاهم؟ لكن ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. إيش رأيك نتفاهم؟ إيش عليه؟ أول شيء إنك ما تجيب سيرة المشاعر في التحقيق. يعني حضرتك خايف على الدكتور ومستقبله؟ طبعاً وهذا شيء أكيد. تنفذ اللي أطلبه منك يكون هذا الشيء في صالحك. إيش قصدك؟ لو قلت إن مشاعر اللي سويت شيء بيسألونها وذي الساعة تنكشف، أنت اللي بتنكشف، تنكشف على عيبك ونصبك واحتيالك، وبشر بعدين تصير قضايا طويلة عريضة والمحاكم، وانت شلك من المحاكم وقضاياها. أنا أقول لو لا يكون يا دكتور، يعني خوفني بكلامك هذا. أنا ما خوفك يا حلو، أنا أقول لك على اللي بيصير. زين عرفنا أولا، ثانيا طلق مشاعل ويتنازل عن كل حقوقها. موافق، ما عندي مانع، بس حضرتك جهز المبلغ علشان تشتري حصتها من المستشفى، وبعدين نقعد ويا بعض.